بالنسبة لهذا اللقاء أنا مصر يعني من جهتي أنا رحت هذا اللقاء لأثبت له العالم اللي قاعدين برا اللي عم بصير عنا بهالمجازر هاي وهالأطفال وهالنساء اللي عم روحوا إنه ما حدا عم روح غيرهم. وأنا اسمي حسن الحمصي منظومة الإسعاف حلب الحرة. قدر استطاعتي الحمد لله رب العالمين عم بقدم لهالأطفال وهالنساء وهالشباب. مرت علينا ظروف وقت الحصار كانت صعبة كتير، كان علينا قصف بشكل عشوائي إن كان من الطيران وإن كان من قصف البراميل وإن كان من القذائف وإن كان صواريخ الفيل. هاي كلياتها مؤثرة على إن كان على الأطفال وعلى النساء، والحمد لله رب العالمين يعني نحن مستمرين بعملنا. بس المرحلة الصعبة اللي مرينا فيها إنه كان يعني نسمع صوت صريخ الولد هو جريح وهو تحت الأنقاض، هي كانت صعبة علينا شوي. والحمد لله استمرينا هالمرحلة وتحملنا هالشي لأن جهدنا هذا الشيء ضروري نقدمه شيء لقدام هالإنسان وهالأرواح هاي. وكمان كذلك الأمر كمان كانت عندنا مرحلة صعبة إنه تكون يعني نشوف الولد بين أيادي أباه وأيادي أمه إنه هيك يكون مستشهدين، وكانت صعبة علينا كثير إنه نشوفهم هيك مع بعضهم مستشهدين. ومرة من المرات يعني كمان قدينا بالوقت الحصار كنا عم ننقذ هالبشر جوا بالبناي، فاستهدفنا صاروخ ثاني ونحن داخل البناي، والحمد لله رب العالمين كنا يعني شكل كويس ومليح لأن يعني هالشيء الروح اللي نحن مستمرين فيه، نحن هالشيء هذا اللي عم نمشي فيه بالإسعاف جهدنا هو عم خلينا يعني نرقد قدام هالأطفال قدام هالنساء إنه نقدر نطالعهم.